الله المستعان. الله المستعان. والله لو استطاع الإخوة أن هم يحضروا هذا المحفل، ولكن من الليلة يعدوا العدة، يقرأوا في هذه المسألة كتب الوردة في هذا الأمر. مثلا هناك كل المباحث الفقهية المتعلقة بسنن الفطرة، ومن هذه السنن الختان، ويقرأ التفصيل في هذه المسألة وكلام أهل العلم، أن أهل العلم إجماعهم على مشروعية الختان، الإجماع على مشروعية الختان ده إجماع، ولم يقل أحد بعدم المشروعية. إذن الإجماع مشروعية الختان للذكور والإناث، ولكن الاختلاف في درجة المشروعية، الاختلاف في درجة المشروعية مش الاختلاف في المشروعية وعدمها. انتبه، في فارق لما يقولوا ده مشروع وعدم مشروع، يبقى الخلاف هنا في ماذا؟ في المشروعية. ولكن الاختلاف سنة ولا واجبة ولا مستحبة؟ ولما بيقولوا سنة، فإن كلمة سنة أعم من مستحب، لأن السنة تشمل سنة العادة والسنة المستحبة والسنة المؤكدة والسنة الواجبة. فمصطلح السنة أعم من مصطلح المستحب، لأن المستحب لا يعنى به إلا نقطة واحدة، وهو المستحب فعله، ما كان في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، فالمستحب الاصطلاح. السنة أوسع، السنة أوسع. ولذلك عندما نقول صلاة الوتر مستحب ولا سنة؟ ما نقولش مستحب دي أبدا. ليه؟ لأنهم اختلفوا هل هي مؤكدة ولا واجبة؟ لكن مش حد قال إنها مستحب، مش كده؟ مش حد قال إن هي مستحب، ولكن الجمهور أنها سنة مؤكدة، والبعض كالحسن البصري قال بأنها إيه؟ بأنها واجبة. يعني ما نقولش إنها مستحبة، ولكن نقول بسنية ايه؟ بسنية الوتر، سنية الوتر. ركعة الفجر، ما نقولش استحباب ركعة الفجر، ونقول ولكن نقول ايه؟ سنية ركعة الفجر، وهكذا. فالإجماع على مشروعية الختان، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن الختان عادة جاهلية. لم يقل أحد من أهل العلم بأن الختان عادة جاهلية، إلا لو قلنا بأن بعض المعاصرين يخرقون الإجماع. هنا قصة لطيفة يعني أقولها لكم. أحد أساتذة الجامعة متخصص في الدراسات الإسلامية سامحه الله، لا أريد أن أقول اسمه، هذا الرجل له أقوال عجيبة جدا، من جملة هذه الأقوال بأن القرآن مرحلة تاريخية، القرآن ليس لكل العصور ولكن لعصر معين، فلما انتهى ذلك العصر انتهى دور القرآن كشيء حضاري، يعني القرآن كملمح حضاري ده العصر، فلما انتهى القرآن كمسألة حضارية، لكن يبقى القرآن للتبرك وللصلاة وما إلى ذلك. يعني القرآن ده مثلا نقرأ في المياتم، نقرأ في المساجد، واحد مات نقرأ عليه شوية من سورة ياسين، واحد مثلا مسحور نقرأ عليه شوية قرآن، واحد عنده عفريت في البيت نقرأ شوية قرآن، يبقى الحديث زي ديت بس، ده القرآن. لكن قرآن بقى يصلح لكل عصور، ونطلع منه نظم اجتماعية واقتصادية وتربوية وفقهية، لا 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 لا، انتهى القرآن بكده. إذا القرآن ده يوضع بقى في المتاحف. حاجة تانية يقول إن القرآن ليست أحكامه أحكام مطلقة، ولكنها تخضع للزمان. زي إيه مثلا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال الكلام ده أيام ما كان الرجل بيطلع بره الخيمة ويحارب عن المرأة اللي قاعدة جوه الخيمة وبيحميها، فما ينفعش اللي بيحارب وبيتعرض للموت ياخد زي المرأة اللي قاعدة جوه الخيمة، فلابد ياخد ضعفها. لكن الآن ممكن يحصل العكس، الواد قاعد في البيت ما بيشتغلش والبنت اللي تطلع ايه تشتغل، يبقى بهذا المقياس ممكن البنت تاخد ضعف الذكر أو على الأقل الرجل زي الايه؟ زي الرجل. فانبر له اخ في المدرج، رفع ايده، لو سمحت يا دكتور، ايه يا ابني انت مالك؟ قال له بس عاوز اقول كلمه.
طب قعد بقى يكلمه بتاعه وقال له والاجماع انعقد على ان للذكر مثل حظ الانثيين نص، والنص اعلى انواع الدلاله، لا خفاء في دلاله النص، وذلك قالوا لا اجتهاد مع النص، فاجمع العلماء على ان للذكر مثل حظ الانثيين، وخارق الاجماع يعني لا يعني توعده الله تعالى وقعد يقول له، قال له طب لو في هناك عالم كل العلماء كلهم قالوا للذكر مثل حظ الانثيين، قال له ايوه، قال له يعني لو في عالم ما فيش ولا واحد خرق، قال له لا، قال له انا عالم وانا خرقت هذا الاجماع، قال له انا عالم وانا خرقت هذا الاجماع، طبعا هو عالم عند نفسه ولكن ليس هو عالم بالمعنى الدقيق، بالمعنى الدقيق الذي ينبغي ان يقرر. فالشاهد من ذلك ان ينبغي للاخوه اذا اراد ان تحضر هذا المحفل انهم يقراوا في هذه المساله. والشيخ جاد الحق له رساله طريفه جدا اسمها رساله الختان، رساله الختان، وانصار السنه كان طبعت هذه الرساله بكميات جبار بمئات الالاف، ويمكن ان تجدوا هناك نسخ كثيره لو سالتم وبداتم في البحث. خذوا نسخ معكم في هذا المكان وقبل ما يبدا الحفله كده وزعوا، وزع وزع وزع، واخد بالك ازاي؟ والله المستعان.